بيعد دخلنا للدار. المهم الكود كور كلهم صراحة كود كور عندي. يلا المهم جبت التقضية ديالي اللي تقديت، خديت هاد رغبة، هادي رغبة ومن لا يعرفوها الصراحة واعرة، هادي من ديال 777. المهم هاد لي باكادور كلهم فيهم دو باكي من الداخل، دو بياس من الداخل. هادي دي 777، حمق لي عليها هادي. خديت هاد بلاك اوبين، وخديت هادي توب غير الحمراء، وخديت كلهم من سوبر لوف، وخديت الطوب غير النوار، خديت جادور وما لا يعرفوها، خديت هاد الماسك هذا ديال فيتامين سي، هادو جو طاب اللي كيتلاحو، فيها 12 بياس ولا مرات 10 البياس. شنو اخر خديت؟ خديت زيوت ديال الشعر اختي، هذا الله 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 الله، هذا السيروم ديال كيراتين كولاجين وما لا يعرفو، كيحمقني هذا الحب البنات، هذا الحب الحب الحب. خديت زيت ديال الافوكادو، زيت ديال الثومه، زيت ديال الكوك، هذا كريم الجليسيرين ليتين، وخديت هذا زيت جونسون ليا صراحه سيليا عندها ديال دلع ديجا، وخديت الديودورون صراحه كتحمقني، خديت بلو بيري داك النهار واليوم خديت ستروبيري، وهاد جيل دوش اللي ما كيخطانيش اختي، ما كيخطانيش اختي. المهم انا ديجا نيا، ما تديوش على ربينا للنور، راه الدريسينغ باقي يلا كيتقاد، ما حتى حاجه ما مقاده فيه. يلا هاد الكوافوز هذا ديال الخيوط، ما عرفتش شنو كنت كنخيط. هاد الكوافوز هذا اللي مقاد، شو هادي فين حط ليا بيجامتو، هاد الكوافوز هذا هو اللي مقاد، وعندي دوك الطاجيرات حتى هما، المهم نوريكم نتوما ماشي براني هنا، الطاجيرات هما راه وصلوني. وعاد نتوما كتشوفو محطوطين الحوايج حيت باقي البلاكار ما وصلنيش ديال التريسينغ. المهم هنايا نتوما الصينيه ديال لي بارفان ديالي شنو بقى فيها، حيت انا من داك النوع ديال كيقول لي الانسان عجبتني شي حاجه تنقول له خذ هديها هديها. هنايا دي دوغون، هادو ديال لو كور ديجا شفتوهم معايا، هادي ديال عادي اللي هي عادي. دابا هاد الصينيه كامله غتقعد، غتبقى فيها تقريبا وحده وحده من الحاجه. المهم نحاول نقاد هادشي هذا، لي غونز هي اللي كنحمق عليها، كملت وحده وهي الثانيه قريبه تكمل وما لقيتهاش اليوم البنات، مشيت ناخذها ما لقيتهاش. هادي فاراواي، هادو ما عرفتش شنو كيديروا هنا، هادي لاف يو. المهم نقاد النسق دابا، نخلي وحده وحده من الحاجه، وغندير وحده وحده من هادوك اللي شريت، والباقي غيجي في هاد لي زيطاجير هادو منين غيتقادو ان شاء الله في الحيط. واخيرا نشارك معكم اليوم هانتوما داكشي اللي تقديت قبيله، اللي وريتكم الميكا باقا محطوطه حدا يدرت فيها دوك لي باكادين وداكشي، وصلتني الحديده الجديده جبليه بزاف ديالي. الحب الحب الحب، انت الحب حيت اختكم لاسبيراتور ديالي ما عرفت مالها، تقول لها رافعه هي ماشي ما خدامهش، خدامه وفي نفس الوقت تبقى مره مره تضرب فيها واحد شنو سميت معايا ديال الشاشه ديالك ديال العافيه، خفت منها الصراحه، قلت صافي ما بقيتش نخف منها بزاف. اي شي كوموندا ليا هادي زوينه الصراحه، هي اللي كنت باغا انا اصلا، هي اللي كوموندا ليا، الله يخليك ليا زماني. قلت الله يخليك ليا، الله يخليك ليا والله يسهل عليك امين طولي عمرك. هادي راه ما فيهاش داك الساشي، راه صون ساشي، حاجه زوينه تاهي. هادي الطالي، شنو هي هادي؟ تكون عارف واقيلا باش كتوقف والله، هادي راه كتفيسا في الحيط، راه كتفيسا في الحيط باش كتعلق. عرفت دابا نلقى هاهي 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 باش كتعلق، هادي كتجي فيها لاسبيغاتور بحال هاكا، خريص الصغار هاكا، اي خريص الصغار. يا سلام مزيانة الصراحة. المهم
فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. اليوم المهم اختكم مروه، اليوم غنصايبو فطور اللي هو فطور سمكي، نقدروا نسميوه بحال هكا. المهم فطور بواحد التشكيله ديال الحوت وشلاطه تعلوك وما الى ذلك. المهم فطور يكون بحال الشكل ديال الغداء الصيفي اللي كنكونوا في البلاج ولا شي حاجه بحال هكا. خليكم معنا. عادي شنو غتلقي؟ اللي عطيتيني ولا تيقول لي عطيتيني. المهم يتعاون معايا عادي نقيو الحوت عاد باش ندوزو ديك الساعه كل حاجه شنو غندير لها الطريقه ديالها. خليكم معنا. المهم عندي هنايا السردين، وعطيتني السردين، جاب عادي جوج كيلو ديال السردين، وهنايا هذا الاناناس ومعرفتش شنو تيسميوه بهذا الشكل هذا. وعندي هنايا الخبيط، خبيط غالي عليك خلاصنا ياك بزاف. المهم نقادو هادشي ونعاود نتلاقاو باش نشوفو الطريقة كيف ما قلتليكم. أيوا وجدت هاد الشلاطة هادي، باقا غنزيد عليها الرز والمايز. هنايا الكروفيت ديالي باقا غنسوطيه غير في مقلة. هاد الحوت اللي سميتو أناناس هو ديجا مصايب مشرمل وليه الطحين غنقليه. هنايا سلطة دو فخوي فيها البنان، التفاح، الفريز و يوغورت وصافي. السلام عليكم. المهم مكملتش ليكم فلوق البارح، حسيت براسي هي أنا بزاف متشتيوش على الروينو، الدريسينغ راه باقي تيتقاد، مشيت ارتاحيت. دابا الصباح وخاصني ندوش باش نصحصح من المرض، راكم عارفين انا من النوع اللي ما كنعسش المرض. قلت علاش لا، اللي غادي ندير واحد الماسك لشعري، نصحصح واحد شويه ونتهلا في شعري، وفي نفس الوقت ندخل ندوش ندير واحد الماسك زوين لشعري. الماسك اللي خلاني الصراحه كلشي كيسولني على شعري ملي كنديرو ليه، وانا تهاونت على شعري شحال هادي ما درت ليه حتى شي حاجه. المهم بالنسبه للدريسينغ راه تركبت هاد المرايح هادي هي وليزيطاجات ديالها. هنا خلاص كنديك العلاقه، وهنا دايرين الحوايج في واحد الطبله حتى من بعد منين يوصلني ان شاء الله البلاكار. هاد الجهه هادي كاين هاد كاين هاد الكونفوس هادا بحال هكا. باقي ما تقدش الامور مزيان، يلا باقي تنقادو. المهم نحطكم هنايا باش غادي نقدر نابليكي معكم الماسك، نقدر نحط التليفون فحال هكا ونهضر معكم. مديوش على الروينه. المهم الرواح ما خلانيش ندوي. غادي نحتاجو مكونات اللي هي بسيطه بالنسبه للماسك. قلت علاش لي ما نتهلاش في شعري؟ الصراحه انا المشكله شعري ملي كنتهلا فيه كيعطيني حتى هو كيتجاوب معايا، وانا ما بقيتش كنتسوق ليه صراحه الله. حتى وجهي راه شحال اللي ما درت ليه شي حاجه، نتوما كتشوفوا وجهي لا حول. المهم دابا غادي نوجدو الماسك بعد هاد الشعر ونديروه باش من هنا لواحد نص ساعه ندخل ندوش، ملي نبقى داك الماسك نص ساعه في شعري. ومن بعد غادي نصور معكم، نقدر نصور اليوم حتى لتخوا فيديو باش نتهلاو شويه في وجهنا، الجديدات، الرجيلات. باغا نتهلا في راسي زعما اليوم، ما حد هادي كاين في الدار، وانا هي انا شويه نحيد داك الجو ديال المرض وداك الجو ديال العيا، ونتهلا في راسي شويه وصافي. واحد اللي وجدني الفطار. المهم احبابي انا لابسه هاد الكابيتشون باش ما عندي منو سوق. اول حاجه غنديرها عندي جوج بنات، من الاحسن يكون داك البنات اللي كيكونوا طايبين، وديك الشيء ما عنديش، عندي غير هاد العاديين. حيت انا علاش غندير جوج من الحاجه؟ المهم المقادير اللي غندير انا ولا المكونات، نتوما غديروا غير نص ديالهم، يعني وحده وحده من الحاجه. حيت انا ديجا شعري ناشف وكيشرب وقوي، انا غندير جوج بنانات. غندير هنايا جوج معالق ديال الزيت الزيتون بحال هكا، نقدر ندير جوج معالق. غندير جوج صفار ديال البيضه كيف ما قلت لكم. راه نتوما ديروا غير وحده وحده من الحاجه. انا شعري عارفه ما كيقدنيش معاه شويه، راه كل واحد وشعره. انا شعري تيشرب وفي نفس الوقت قوي. غندير هنايا جوج معالق ديال المايونيز. مايونيز انا مصايبه غير في الدار، تقدروا تاخذوا المايونيز اللي كيكون واجد وصافي. هنايا غيكون كمل المكونات ديال الماسك، ولكن انا بالنسبه ليا كنزيد هنايا زيت الكوك، كنزيد واحد شويه ديال زيت الكوك. يعني هذا الشيء اللي غنزيد انا دابا اختياري انا، حيت شحال هادي ما تهلطت في شعري زعما باغا
نتهلا فيه. اما هادشي اللي وريتكم في الاول، البنان والمايونيز والصفر بيضة وزيت الزيتون، هذاك هو الماسك الاصلي، داك هو الماسك الاصلي، ولكن انا باغا نزيد. انا شرحت لكم كيفاش. الله ريحتها، ريحه زيت الكوك شحال زوين، ولكن غلطت انا اللي كنقاد بيدي، حيتاش ما قدرتش نخدم منهم من لا فرشيت. هذا كنت درتها من الصباح على الشروش. يعني درت القياس ديال كعكه صغيره ديال زيت الكوك كيف ما قلت لكم. هاد انا غير باغا نزيدهم وصافي باش شعري يتغدى شويه، حيت شعري ناشف بزاف. نتوما عارفين الفوائد ديال زيت الكوك بالنسبه للشعر. وغادي نزيد هنايا زيت الافوكادو، حتى هي غنزيد منها واحد شويه القطيرات. صافي. وغادي نزيد زيت الثوم، واخا انا شعري قوي كنزيد نقوي. وغادي نزيد زيت الحشيش بالنسبه لتطويل الشعر. ريحته شويه قاصحه ريحته، باش تصبر على ريحته خصك تكوني على اللون ولاتي. وغادي نخلط هاد المكونات كامل مع بعضياتهم حتى يتجانس الخليط. المهم بحال هكا، انا التليفون فيكسيها غير في واحد اللعيبه، ما مقدرش نعطي التليفون باش نوريكم كيفاش. بالنسبه لواحد المعلومه مهمه، قبل ما ندير اي ماسك لشعري خاص شعري ديجا يكون فازك. الوغ دابا غادي نمشي للدوش نفسك شعري واحد شويه، ما عنديش البخاخ خسر ليا، باش غنقدر ابليكي عليه هذا الماسك هذا ونخليه المده ديال 30 حتى 40 دقيقه وندخل ندوش. خليكم معايا باش نفزك شعري. من بعد ما فزكت شعري فحال هكا ونشطو، المهم انا غادا نبدا نابليكي الماسك، نقسم حيت كيف ما قلت لكم انا شعري قوي كيغلب عليا في لي ماسك وهادشي، داكشي علاش شحال هادي الصراحه ما تهلات فيه. المهم صافي نحاول نقسم غير بحال هكا، كنت باغا ندير قراص ونبدا نابليكي الماسك بحال هكا. ابليكي من الجذور ديال الشعر حتى الاطراف. انا ديما ندير هذا. انت بغيتي البوني يجلس؟ يلا جلس.
درت ليه اللحسة. دور لهادشي، دور 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 ليه. المهم البنات ما تنساوش الخلطه اللي شاط لكم منها شي حاجه، لبقوا لبقوا رجالاتكم اللي ما عندناش رجلات لبق البا ولا الخو ياك عادي. دابا غنتسنى لواحد نص ساعه بيد ما نيت نمشي نجمع الدار واحد البلاكار ديال سيليا حالته عاد طويت لها حوايج حيت هي حوايج ما كنديرهمش انا غير التريسينغ معنا. غنمشي نخويه ونشوف شنو غيتحيد منه داكشي اللي ما بقاش كيجي قدها وشنو اللي غيتصايب شي حوايج جدادين شريناهم ليها خصهم يتصايبو. وعاد نتلاقى بكم ديك الساعه مورا ما نغسل هاد الحريره خلاها هادي. كثيرا دوزت غسلت شعري لا غير مع لا فيديو. المهم وقعت لي واحد الطريفه نعاودها لكم دابا. عادي كان عندنا شوفوا ديال الضو ما عرفتش شنو جا في دماغو مشى شرا واحد غالي فريمون غالي ديال البوطه اغلى ما كاين في السوق قال لك زعما راه طفروا كيف ما كنقولوا واحد غالي غالي بزاف اغلى ما كاين في السوق زعما قال لك راه طفروا. ايوا المهم من بعد تيدوش هوايا هكايا يلا دابا شي دو جوغ ولا تخوا جوغ باش ركبو. انا اول مره ندخل ندوش فيه الصراحه كنت مشيت للحمام وصافي. ايوا والمقليل تخيلوا المقليل وداك شوفوا طرق 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 كنا يا خوتي هانيين في الشوفو ديال الضو عادي الله يهديك كنا هانيين هانيين لواحد الدرجه ما تخيلوهاش في الشوفو ديال الضو. ملي كيكون الماء مجهد كيشعل ملي كيكون الماء قليل ما كيشعلش ما كيعطيكش داك الامل الخاوي ديال انه راه غدواش ولا راه كاين الماء ولا هذا عطاني امل ود الحرم معاه شعلت تشوفوا بلي البخار بلي ما هبط دخلت صدقت بقيت في البرد وانا اصلا انا اصلا مريضه صدقت مدوشه بما بارد وشعري هكاك ما حررتوش كيف ما كنقولوا ما غسلتوش مزيان. المهم طريفه من الطرائف وتعصبت بقيت على هادي علاش حيتينا الشوفه ديالنا. المشكله راه باقي داك الشوفه ديال الضو مازال ما دار ليه والو يعني باقي عندنا نقولوا رطو رد ليا شوفو فيا. المهم دابا ساليت غسلت شعري غادي ندهنو بزيت الكوك معروف ان الشعر من مورا ما كيتغسل كيبغي يتدهن بزيت الكوك هي اول حاجه نقدر ندير ليه حيت انا حاليا تعمدت انني ما نصيفش شعري بروشين غندهنو بزيت الكوك وغنشفو غير بالسشوار هكا نضربو بالريح ومن بعد غنستعمل هاد جيل الالويفيرا ديال 99%. شعري فحال هكا نشطو مزيان وجمعتو فحال هكا دابا غادي نخليه يرتاح عاد من بعد نقدر نشفو نزيد نشفو مزيان بالسشوار وصافي. كيف ما قلت لكم انا هاد الايام درت رمضان كامله استغفر الله تعودت انني ما نديرش شي شوار لشعري ما نصايبوش نهائيا باش كيرتاح نفس الوقت باش كل نهار اولا كل يومين ندير له ان ماسك كيف ما كتعرفوا وكيف ما قلت لكم قبيله بالنسبه للشعر كيتقبل لي ماسك اذا كان فاسك الوغ انا ما عنديش مشكل دابا غطى النوض شعري يكون مازال ما نشفش مزيان عندي له انوط ماسك باش كيستافد منه كتر وباش كيشرب هذاك لو ماسك كتر وكيعطي المفعول ديالو كتر. كما كان احبابي بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وجربوها البنات راه بحال الشكل ديال كيراتين طبيعي كيبقى شعركم مسرح وسورتو الا كنتم البنات اللي كتبغيو الباتشا انا من الناس اللي كنكره الباتشا كنكره الباتشا الا كنتم البنات اللي كتبغيو الباتشا راه غادي ديروا الباتشا لشعركم وفاش تفيقوا الصباح غتلقاوه فحال مصايب بالسيشوار. انا كنكره الباتشا ديال بصحه البنات كنكره الباتشا
بالنسبه ليا انا ما كنتهلاش في شعري صراحه بشي حوايج اللي كيرطبوا ولا شي حاجه. داكشي علاش شعري ديما داير كنقدر كندير دي ماسك ولا زيوت اللي كطوي الشعر، زيوت اللي كتقوي الشعر، لدرجه انني بالنسبه للطولان ديال الشعر وليت ما شاء الله تبارك الرحمن كل تقريبا كل شهرين كنقطع منه حتى ل 4 سنتيم، وباقي حتى ل 4 سنتيم وباقي باقي تيطول وكيعاود يطول وكيعاود يطول كنعاود نقطع. المهم احبابي هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، دابا ما حدي ساليت معكم هنا الفيديو ديال الماسك الشعر، غنمشي نصايب معكم واحد الماسك زوين بزاف بالنسبه للبشره. قبل ما ننسى غنصايبو معكم دابا غنصور معكم مور هاد لا فيديو ان شاء الله. تهلاو في راسكم، نهاركم مبروك احبابي، وما تنساوش اذا كنتو جداد على القناه انكم تهبطوا تضغطوا على زر سبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وديروا الكل باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله بالنسبه للقناه، سورتو سورتو بالنسبه للبنات. من هنا لقدام ما كاين غير الوصفات اختي، الوصفات الوصفات. بالنسبه للفيديو الجايين غيكون ان شاء الله واحد الفيديو اللي هو مهم بزاف، اللي هو وصفه العرس او وصفه التبييض ديال اي منطقه داكنه او اي منطقه فيها داك السواد ديال الشمس او التصبغات. نصايب لكم ان شاء الله واحد الوصفه اللي كنستعملها ونوريكم المفعول ديالها